السلام ونتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد في مقطع في 21 دقيقة أيها الكرام الفضلاء، ونحن اليوم السبت ليلة الأحد لأربع بقين من شهر رجب الفرد الأصم الحرام منصر الأسنة العام 41 و400 نبي عدنان عليه الصلاة والسلام، لتسع بقينا من شهر مارس العام 2020 بالجريجوريان كاليندرز، وفي مقطع في 21 ثانية من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة على ساكنها الصلاة والسلام، وحيث يتهادى صوت الشيخ الحذيفي أطال الله عمره على طاعته، واصطف حوله مجموعة من المصلين ومن عمال وخدمة المسجد النبوي الشريف، وكتب الناس اصطفاهم الله عن سائر عباده. نقول أولا الذي دعا الناس لمثل هذا العاطفة الجامحة لديهم لما تم تعليق الصلوات في المساجد، ونحن نقدر هذه العاطفة من حب الناس لبيت الله، لكن أيضا يا إخواني فإن العاطفة إذا لم تضبط بالقرآن أصبحت وبالا وأصبحت عاطفة جامحة تؤدي بالتألي على الله عز وجل. أما في قولك اصطفاهم الله عن سائر عباده، الاصطفاء هو أمر من أمور الغيب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. والله يصطفي الأيام والشهور كما يصطفي البشرة، ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما يصطفيه عز وجل فالاصطفاء من أمور الغيب. وأمور الغيب لكي نقول إن الله اصطفى بلدة دون بلدة، واصطفى قوما دون قوم، فلابد أن يكون في ذلك دليل من الكتاب والسنة. ولفظة اصطفى ذكرت في القرآن مرارا وتكرارا، قال الله عز وجل ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال يا موسى إني اصطفيتها على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. كل هذه الأدلة سقتها لكي أدلل لكم أن الاصطفاء أمر من أمور الغيب، وأمور الغيب لا تثبت إلا بدليل من الكتاب ومن السنة، ولا يوجد الدليل أن هذا من صلى في ذلك اليوم أو كذا فإن هذا اصطفاء من الله عز وجل لهؤلاء الثلة المباركة التي هي صلت. ولذلك ربنا عز وجل قد ذم هؤلاء الذين يتألون ويقولون على الله عز وجل بغير علم، فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فنقول بذلك ان هذا ما ينبغي، هذا من التألي على الله عز وجل. وربنا عز وجل قد ذم ايضا هؤلاء فقال ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. فيدخل في باب الافتراء، هذا ما اردت تحريره اولا،
ثانيا أيها الكرام الفضلاء، فإن الشريعة تقول أن من حال عذر واضطرار دون عمل كان يقوم به كتب له تمام الأجر، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا كما في الصحيح. وأيضا من الأدلة المعمول بها والقواعد: الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم: إن قوما خلفنا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شركوكم في الأجر. تعجب الصحابة وهم في غزوة العسرة، كيف يعني هم جالسين هناك عندها لمحن هنا في الضح والتعب وكذا، قالوا كيف يا رسول؟ قال: حبسهم العذر، حبسهم العذر. فهذا مما يجب تحريره، أن الذين صلوا في بيوتهم طاعة لله ثم طاعة لرسوله وطاعة لولاة الأمر وعملا بالأسباب لهم الأجر بالكامل مأخوذ، إذا كانوا هم في وقت الرخاء من أهل المسجد. فلذلك يا إخواني الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا فإن أولاة الأمر وفقهم الله عز وجل قد قالوا للناس أنه يعني المساجد تعلق فيها الصلوات ويرفع فيها الأذان حتى تذهب هذه الجائحة أخذا بالأسباب، فأتبع سببا. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة لما كان يشرح في كتاب الحج ويشرح حديثا في كتاب الحج ثم قال: وفيه جواز أن تغلق، الحديث اللي هو أن النبي لما دخل البيت وأغلق عليه وصلى ومعه بلال، فقال ابن عمر: أين صلى؟ قال: صلى بين السارية أو بين العمودين. فقال الشيخ بن عثيمين: هنا يجوز غلق الحرم والمساجد لحاجة واضطرار، وهذا فيه أنه من القواعد المعمول بها لا ضرر ولا ضرار، ومن القواعد المعمول بها المشقة تجلب التيسير، وأيضا من المعمول به أن الأجر يكتب كاملا عند المشقة وعدم القدرة على العمل عند الاضطرار. والله تبارك وتعالى قد بين في هذه، ومن القواعد أيضا أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه تبارك وتعالى، وهو الذي قال: إلا ما اضطررتم إليه، وهو الذي قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلذلك نقول يا أخواني الله يرضى عليكم، يعني فلنتوقف عن هذه الرسائل التي فيها من المخالفات الشرعية الأمر الكثير من الناحية العقدية والناحية الأصولية والناحية الفقهية، وعلينا أن نسلم وأن نرضى بما قضى الله عز وجل وقدر تبارك وتعالى، وأن ندعو أن يرفع الله الغمة عن الأمة، وأن يزيل الوباء، وأن يرفع الداء واللأواء والبلاء، وأن يعقبه بسراء، إنه على كل شيء بشفاء وسراء، إنه على كل شيء قدير. اللهم ارحم أبي رحمة الأبرار يا عزيز الغفار، وارحم أخي وجميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين، واحفظ ولدك بحفظك وادفع عنها الأذى والبلاء بركنك يا قوي يا عظيم يا جبار، وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ونجينا من الوباء واللأواء والضراء، ويسر لنا الشفاء والعافية والسراء، إنك على كل شيء قدير بالإجابة الجدير، واحفظنا وبلادنا والمسلمين في مشارق ومغاربها من كل شر وضر، إنك أنت الوهاب. تم الكلام ربنا المحمود، وهو المفارم والعود والود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على حق منه ورقود، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.